ريما الهوت فايف كانوا صعبين بس الريد بوكس رح يكونوا لذيذين مهضومين. ما بعرف اذا بوثق فيك او لا لانه هيدي القعده مع النار هون قصه كانت. خلصت النار ريد بوكس ليتس دو ات. بدي تنقي ثلاثة منهم، في علب بيض، في علب حمر، البيض بيكون فيهم يا سؤال يا تشالنج هين، الأحمر بيكون يا أصعب سؤال يا أصعب تشالنج. اف. نقي أنت وحظك. العلبة الأولى مين بتنقي؟ يمكن ما فهمت اللي قلته، أنا ما فهمته. لا لأنه شردت. بس خليني بلش بأصحابي. يا. أي علبة؟ اصحابي يعني هلا كلكم صرتوا اصحابي سبيشلي جوزيف صاحبي معه بس منى وسلام اصحابي من قبل. مين بتحب تبلشي منى وسلام؟ ليديز فيرست منى هي نقتني لحتى تجي بعدين. إذا ريد اور وايت بوكس؟ رمية بدك تشوف لونها. هيلة وايت. ملي فعل الندامه لانه اسات للام تي في. لا لا انا بالعكس ما بسيء لحدا، انا بس بشوف مين قلبه واسع فبكثر المزح. انت كمان ما بتحمل المزح مع النجم. شفتي؟ انا بنقط طعم على رفيقتي. بعسل. لا لذيذ هذا الشيء. رح كان عندك نيه تقدمي برنامج من نوع الليت نايت شو مثل ما انت حكيتي وكان سلام مخبرنا. بنطلب منك ترتجلي ستاند اب هلا. واو رح يطلع بس رح يطلع نطلب منك ترتجلي ستاند اب. ارتجلي؟ اتس لايف كاستنج على الهواء. بتحملوا عليكم؟ اكيد. توقفي محلك؟ لا ما حوقف محلك، خلينا نطلع طبيعيين. لا بطلع طبيعيين. هو مش ستاند اب لانه ستاند اب بده كثير اشياء مكونات تضحك فيه. ما هيك حبيب؟ ايه لانه بس نكتة مثلا. على فكرة اسمك على اسم بي يعني وهذا نص الغرام. حلو. اوكي رح جرب اقول شيء ما بعرف هيك من وحي انه هذا برنامج انتقادي وما صح له يمكن حدا ينتقده. اكيد بالعكس. فليه لا؟ ما لاقوا شيء صراحة. طيب شو قلت حبيبي؟ ما لاقوا شيء؟ لحظة جوزيف مين المغرور؟ وجر. يا لطيف يعني ولا مرة حسيته وجر أو ولا مرة حسيته منا. حسيته على طول جر. أو حسيته هيك لازم يكون عنوانه على غيرنا من جر. حلو. فلأنه محلات بلاقي أنه بغيب النقد الخاص بالمحطة. يعني دايما لما بيكون في مذيعة مثلا أو مذيع أشطر بغير محطة ببرنامج منافس إذا أشطر بشكل صارخ ما منجيب سيري يا جماعة مش منتبهين له نحن. وإذا لا اللي هون ناجح بمحطتكم بكسر الدنيا. في مذيعين كثير أشدنا فيهم مثل مالك مكتبة زعبانك ويوم جمعة. طب أنا بدك تبدأ أحكي ولا بدك تطلع؟ سوري إتس ستاند أب. سوري سوري. هذا روست مش ستاند أب. إيه سوري. لا حسيت ليش مرز. بعدين على فكرة هيدي الزقفة اللي بتطلع أيام بدون ما الضيف يكون قايل شيء. يعني أيام بس طول الجملة. بدي بس اقول هيك ما بعرف شو بدي اقول اشياء انه لما بدكم تنتقدوا انتم اشخاص عندكم بيكون ماكسيموم النقد شو؟ مش كان بيلبق لها الاصفر اكثر من الاحمر. ريما نقي علبتين. نقي علبتين. لا بس بدي اقول انه يمكن البرنامج الانتقادي لازم هذا برنامج كثير بحترمه لانه بينتقد ونحن بحاجه عن جد للانتقاد. بس هو كمان ما لازم يطنش عن اشياء بتخص المحطة نفسها يعني بحط مذيعين المحطة نفسها وما كثير مثل السياسيين يعني في ناس بيمونوا انه نقطعهم وتكون الواسطة حاضرة بس هيك ما لا انا باكد لك هذا الشيء لو في دافع عن البرنامج انه البرنامج ما فيه يعني ولا اي شغلة مثلا ما فيه ولا اي طلب في شغلة مثلا ما فيه ولا اي ضغط من ادارة المحطة بنحكي عن الكل وفي كثير من المذيعين والمذيعات بانتريو من البروديوسر زعلوا كثير منا لانه جبنا سيرة برامجهم لان نحن بنحكي عن كل البرامج بكل شفافية مما يشوف لا اعلم كمان في جملة احيانا هيك بتضحكنا احيانا يعني شفتوا الكومباك تبع مثلا شفتوا الكومباك تبع فلان بكون مفركش بجريده يعني او شفتوا الكومباك تبع فلانه بتكون انه يا دوب
او مثلا شفتوا الكومباك تبع مثلا تبع ريما كركي بتكون بعد ما اجت هي جبهه تجيلها تبلش يلا ممكن تصور هون احنا بنشوفنا نحن عايشين انا ريما مش الحق عليك الحق على السلام يلا لعب لك مع عيلتك بس برافو ديمتري حطك بالنشر يلا علبة تانية علبة تانية يلا فتحنا اول علبة خليني اسال سؤال خير الجدول الاعمال والبوكس سريع شو بس بدي اسالها لانه ذكرت قبل تلفزيون مستقبل وحكينا عن شوي مسيرتكم وحكينا عن تلفزيون مستقبل اول شيء ما بتعتبر انه هي كانت الفتره الذهبيه تبعك وبتزعلي بس هيك على السريع بس يقولوا لان انا بس قلت انه ضيفتنا ريما كلهم بيقولوا انه ريما كركي تبع المستقبل بيقولوا تبع الفيوتشر بتزعلي بس يقولوا هيك هل يا ترى لانه ما بعرف انه بيمحوا لي كل الاعمال اللي عملتيهم وبعضهم مذكرين بس التلفزيون المستقبل وهل صحيح هي هيدي الفتره اللي احلى بحياتك بالتلفزيون انا وين ما اخلص او انتهي او اتنقل رح ضلني تبع تلفزيون المستقبل لانه لو ما تلفزيون المستقبل اعطاني كل هيدا المجال وكبرني وافتخر فيني وقدرت اعطيه قد ما بقدر لانه هو الاهل يعني واحد ما بيطلع من اهله كيف انت بتضلك كيف ضلني بنت حبيب وسميره حضلني بنت تلفزيون المستقبل حلو هلا احسن عندي جيده طبيعة سلام رولا انا بنصحك برولا طبيعة انا انا بنصحك بعد بترولا برولا يلا رايحة عند رولا هلا صارك اللي جاب سباس بالمرة انا ما شفتها شو هي بيضا سؤال او تشالنج بسرعة بعد عندي خمس دقايق على الهواء انت قائد التحقيق ومطلوب منك الاجابة على الاسئلة التالية قائد التحقيق تحقيق يعني شو يعني مخابرات؟ عندك تحقيق عندي محقق معي ردي تحقيق معك أنا عند المحقق هلا بس هيك عند المحقق فينا جاكس عند المحقق لازم تكون رسمي ما بروح عند المحقق أنا هيك بجي على برنامج هيك بس مش عند المحقق هيك مين المحقق؟ السؤال الأول ريما كركي شو يعني حرية؟ شو يعني حرية بلبنان؟ يعني انه تكون حر تتصلبط على مين ما كان وما حدا يردك اذا مسنود وتحط صوره الزعيم اللي بدك اياها بخلقتي لو انا ما بدي اشوفه وشعار حزبك على الطريق لو انا ما بيعني لي هذا مفهوم الحريه والعلامه يعني. الحزبيه ايه على الحريه بلبنان هيك هي مين ما بتعرف حالك مع مين عم تحكي هي هالجمله شو يعني اعلاميه اولى؟ اعلاميه اولى يعني عندها فرقه حسب الله للتطبير والتزمير اذا بدك ومعها مصاري كفايه للجوائز وحكيمه شاطر شو يعني استقلال؟ استقلال يعني انك تختار الشخص اللي بده يحكمك او الجهة اللي حتحكمك بلبنان شو يعني عريس لقطة؟ عريس لقطة يعني عريس لقطة هي دايما بقولها على فكرة نعم عريس لقطة هو الشخص اللي عنده اخلاق الطلاق لما بتلاقي شخص اللي عنده اخلاق الطلاق يعني حترتاح بالزواج لانه ما في مصلحة شو يعني حرب أهلية؟ يعني حرب أهلية يعني حرب أغبية يعني وصفة انتحار جماعي إذا بقول له وصفة للانتحار الجماعي بوكس تاني لازم علبة جديدة ريما كركي بعد عندك علبة تنقية خلص التحقيق؟ خلص طب فينا نرجع أي علبة حابة تنقية؟ أي علبة؟ أنا بنصحك برولا تنصحني الله يستر بس تنصح أنت كارثة هيدي طب يلا رولا حمرا ولا بيضا؟ رح رد عليك بيضا بيضا؟ عشو قالوا لي رولا؟ بعد عنده قد ايه وقت ريما بيقولوا صوتك كثير حلو غني لنا شي غنية اوه لا اليوم كل المواهب ما بعرف غني لنا بعد الخناقة اللي عملناها اليوم تكثر الافراد تمثيل وغنى طيب استني بس على المطرب عشان مبحوحة هالجمعة يا رب صباح عديلي انا بفوت بالجو عديلي 3-2-1 3-2 تفضلي عضيا يما عضيا عيدي ما حلوه عضيا يما عضيا وديني وبلا هالبيع فينا نبيعك بوش التوت ضيعنا القلب ببيروت جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا القلب
شمعة شباب الضيعة الضيعة. ريما كركي يو ار جريت تونايت. شكرا كثير لك، انت رائعة. شكرا لهالانترنت.